يعني حضرتك المدير بتاعها في الشغل؟ ايوه يا فندم. وعايز تتجوزها؟ انا يبقى لي الشرف. يعني عايز تبقى المدير في البيت وفي الشغل كمان؟ ارجوك يا ابني اعذره، اصله متقل في الشرب حبتين. هو ده اللي انت فرحه فيه. بكره تلاقي بنتها زيها كده بالظبط. ايه على راي المثل اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لمين؟ لمين؟ لامها. تطلع لامها. خفيف خفيف. بس انا فاكر من شويه ان كان في واحد تاني عايز يتجوزها، مش كده يا فتحيه؟ اسكت انت يا صبحي. انسة هاله، انت جاي هنا ليه؟ هاله ارجوك يا ماما خدي عمي واخرجوا برا شويه، ليه كلام مع خليل بيه. ايه على فكره ده ما ينفعكيش، تصوري باب الشهر. باب الشهر موت يا شيخ. سهالة أنا جاي هنا عشان تخطبني مش كده؟ لا عشان أتجوزك. أرجوك تصرف نظر خالص عن الموضوع ده. أيوه أنا عارف أنت قلقانة من إيه، عشان يعني متجوز وعندي أولاد، لكن أنا سبق وقلت لك إني أقدر أفتح بيتين وفي نفس الوقت برضه مش هتخلى عن مسؤولياتي تجاه ولادي ومراتي. حتى بعد اللي شفته دلوقتي؟ ايه هو اللي شفته؟ جوز امي اللي ما بيفوقش من الخمر ابدا. بالعكس ده يخليني اتمسك بيكي اكتر. ليه؟ عشان توصل لغرضك انت كمان؟ لا عشان انسانه زيك لازم تعيش بعيد عن الجو ده، لازم تلاقي الاستقرار والامان. هتتجوزني شفقة؟ لا الحب قبل الشفقة، وانا اللي جابني هنا الحب يا هالة. واللي شفته دلوقتي؟ انا ما يهمنيش اللي شفته، انت بس اللي تهميني، انت بس. وعشان اثبت كلامي انا هتجوزك النهارده. لا دلوقتي، ودلوقتي حالا هنزل اجيب المأذون. عن اذنك. خليل جهز الشربات على برجع عينه المأذون. مبروك يا حبيبي. ماما يا ترى اتأخرت ليه؟ يا ترى ايه اللي حشك عنا؟ مش عوايدك يا تخليك تعوق بالشكل ده يا ماما. هو عارف تلاقي عليه بالطريقه دي؟ كان يتكلم في التليفون يقول هو فين لما نطمن. فعلا يا ماما تطمني عليه، بس لو هو انت اوكي. مساء الخير. انت كنت فين؟ هروح فين يعني؟ اديني مزروع في الوظيفه، اجتماعات وجلسات مستمره من صباح ربنا لحد ما هلكت وفاض بيا. معلش يا اخوي مفيش حاجه بتساهل، ربنا يقويك. خش غير هدومك اكون انا جهزت الاكل. طب وكتاب الله احنا على لحم بطننا ما اكلنا حاجه من الصبح مستنيينك. وليه؟ كده غلط. ما دام انا اتاخرت يبقى انتوا لازم تتغدوا. وبعدين لعلمكم بقى انا من هنا ورايح مش هكون مواظب على مواعيد البيت، لان المسؤوليات اللي عندي بقت حساسه للغايه، وبناء عليه يعني مواعيدي هتكون متلخبطه للغايه. ربنا يكون في عونك يا ابو محمد. لو سمحت يا زينب من فضلك يعني وطبي لي الشنطه. انت مسافر ولا ايه؟ ايوه ان شاء الله مسافر الليله، لان الصبح لازم انا اكون في ستوكهولم. تروح وتيجي بالسلام. الله يسلمك. بس حضرتك ما عندكش باسبور عشان تسافر. اخلص يا غبي، انت مالك انت؟ باسبور ايه اللي جاي تقول عليه يا غبي يا ابن الغبي؟ انت ما تعرفش دلوقتي ان ابوك بقى من كبارات البلد؟ انا اسف يا بابا. اسفك معاك يا اخويا، وتسد واسكت. Thank you.
ناولين الجلابية من عندي. أنا أقولك إيه؟ الجلابية، أصلاً لازم ألبس الجلابية عشان أسلت البنطلون من تحتيه. داني بقيت عيضة، بقيت عيضة. إيه ده؟ إيه؟ معقولة هتلبس الخيمة دي؟ أصل دي اللي أنا متعود أنام بيها، ومن غيرها هستهوي. شوف بقى البيجامة الجميلة اللي أنا جايبها لك. إيه ده؟ بيجامة؟ أيوة، وحرير كمان. بص، اسمع بقى، أنت لو لبست البتاعة دي أنا هتضايق جدا. أنا بقول برضو خليني في الفضفاضة دي أحسن من البيجامة. أحسن ديت، أحسن حاجة بلبسها. لا، هتلبس البيجامة دي. بص، لا سامحيني، مش هقدر. إيه ده؟ معقولة كل اللي أنت لابسه ده مفتري؟ إيه؟ معلش، بس فيه كمان، أصل أقولي بالك عليا، أخلص من ده الأول، وبعدين أصل فيه واحد تاني مزرجن معايا، مزرجن معايا قوي، بقت عقدة، عقدة ومش عارف تخلص. إيه العقدة دي؟ إيه؟ إيه العقدة دي؟ الدكة، اعملي معروف لحد والدك سيبيني أحسن، دي بقت مشكلة. ليلو ليلو، علشان خاطري يا حبيبي. إيه؟ البس البيجامة اللي أنا جايبها لك. يا سلام يا هل يا هلولي، اذا كنتيش بس تركبي دماغك. مين بقى اللي بيخبط علينا دلوقتي ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتاع الباب كده؟ ايه وماله كده؟ ماله كده؟ إدارة الفندق يا فندم تتمنى لكم شهر عسل سعيد. ميرسي قوي. لو سمحت بره اخويا، بره ده هو، اتفضل لو سمحت. استنى بس، ياخدوا البقشيش. ياخدوا البقشيش من بره، من بره الباب. في ايه؟ ياخدوا البقشيش ايه؟ لو سمحت شوية. امسك. ايه؟ 10 جنيه. عشان خاطر معلش. خد يا اخويا، خد. تاني مرة ما تبقيش تفتحي لحد وانت بالشكل الاباحي ده. انت بتغير عليا يا ليلو؟ قوي. أوي يا حبي، أوي. يعني دمك حامي أوي؟ أوي، وأنت فورتهولي. سايبك يا عمل ضعوري يا شيخ، لا مش شخص عليك. إيه اللي أنت لابساها دي؟ ماس كمان تلبسي لباس بحر. طب وفيها إيه؟ كمان بتقولي فيها إيه؟ الله، خليك سبور. لا، أنا في الحاجات دي متزمت جدا. إيه يا ليلو؟ أنت بتشكت فيها كده ليه؟ لا، لا ليلو ولا جاولو، شيء غلط، اللي بتعمليه في نفسك ده أكبر غلط. ده ضد الحشمة، ويتنافى تماما مع الوقار. الظاهر بقى إن إحنا هنبتدي نختلف. إيه؟ أنت طمستي؟ أنت زعلت ولا إيه؟ أنت اللي مش قادر تخلع صديري من تحت جلدك يا خليل. مهار مش فايت، معقول حرمتك اللي على ذمتك تبقى بالإباحية دي كلها يا خليل؟ هزلت واتمسخرت كمان. ما هو انت اللي عايز كده، مش هي دي الست القرفرانكة اللي انت ريلت عليها ورجليك حفيت وراها؟ اشرب بقى يا فالح، اشرب لحد ما تقول يا كفه. ظاهر ان اني اتنقلت نقله حضريه، والنقله دي كانت واسعه حبتين شويه، يعني على عبد لله، على راي المثل اللي بيقولوه عندنا في الفلاحين في بلدنا، كنت في جره وطلعت لبره. عشان كده ارجوك يعني ما تضايقيش مني. تطبيع العلاقات بيننا يعني لازم يتم بالراحه شويه عليا، لحد يعني ما اتعود على الجو الجديد ده واخد عليه. تعرف لو ما كناش قدام الناس كنت عملت فيك ايه يا حبيبي؟